عاجل دلوقتي صرح مصدر امني بانه تم تحديد وضبط المتهم احمد بسام زكي المتحرش بالفتيات وجاري عرضه على النيابه في ضوء ما تم تناوله على مواقع التواصل الاجتماعي. وطالب المصدر المتضررين التقدم ببلاغات رسميه بالاضرار التي لحقت بهم. وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا عددا من الصور لشهادات بعض الفتيات التي تحرش بهن احمد بسام زكي، حيث تصدر هاشتاج يحمل اسم المتحرش على تويتر خلال الساعات الماضيه مع مئات التدوينات التي تطالب بمحاكمته وعشرات القصص التي تروي اساليبه في التحرش. ده الحقيقه يعني اللي انا بس عايز اقول قبل معايا مصدر مهم قوي. انا مستاء جدا من بعض الناس اللي متمعنين فيها متمدنين ومتحضرين يقول لك ده الولد مريض اصل البنات مش عارف ايه. تبا لكم تبا لكم جميعا، مفيش حاجه اسمها الولد مريض، القاتل ايضا مريض والسارق مريض والشواذ مرضى، مفيش حاجه اسمها مريض عشان نعاون المساله، ومفيش حاجه اسمها البنت ما بلغتش ليه. لو حضرتك بنت او عندك بنت وعارف احساسها وعارف شعورها كنت تعرف البنت ليه ما بتبلغش. فاذا دي صوره الولد، فاذا الحاجات اللي عامله لي فيها الناس مش عارف ايه، لا ده مريض، لا ده الكلام ده كله كلام فاضي وكلام مائع وكلام بيميع القضيه وكلام ينتهك عذريه وبراءه بناتنا. فالكلام ده ما يبقى انا عن نفسي وخدوها على لساني واطلعوا الشبه زي ما انتوا عايزين. انا عن نفسي اطالب ان تكون عقوبه المتحرش هو الخزي، ليظل طول عمره ملاحظ ومكسورا كما كسر الفتاه. طبعا هياخدوها ويشتموا، بس دي وجهه نظري، لان اللي انا قاريه وقاعد اسمعه واشوفه على مواقع التواصل الاجتماعي شيء كتير قوي قوي، مش بس بينتهك يعني براءه وعذريه بناتنا، لا ده كمان بيحملهم المسؤوليه. فتبا لكم جميعا. على التليفون مايا المحترمه الدكتوره مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمراه، اهلا وسهلا يا دكتوره. اهلا بيك يا فندم، متشكره على الاستضافه، اشكرك. ربنا يخليك يا دكتوره. ماذا ترى تم القبض الان يا سيدتي على هذا المتحرش؟ والله يا فندم انا سعيده طبعا بالخبر اللي يعني سمعته من حضرتك حالا، وسعيده اكثر بالتحرك السريع، فكل الشكر والتقدير للسيادة النائب العام وكل الشكر والتقدير للشرطه المصريه اللي اتحركت بالسرعه البالغه دي. احنا من اول لحظه التسيد واحنا شايفين حاجه بتحصل مش عاديه، يعني تابعنا الموقع ده وهم كانوا لسه 100 بنت يعني بيتكلموا، وبعدين نزلنا بيان قلنا احنا بنتابع عن قرب، بس من فضلكم قدموا بلاغات او تواصلوا مع مكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمراه. البيان الثاني نزلناه قلنا لهم من فضلكم الموضوع مش لازم